عزيز سخفشي ما تحشوم معك بحق الله اخر مره غنمشي معك داك المحل ديال الحوايج علاش بحال شفتي شي حاجه تدابا وما كنحملش داك مولاك داخل كيبقى حاضين بحال غنشفر لي شي حاجه عارفك تمشي شي صحاب لي صح شكون عارفش وما عرفتنيش باللي تختي غير بومات عمك دوي بعد عم مريم صحاب شي اه هاي كتصفتي هذاك الشيء مع ما مشيتش الصباح قولي حق قاعده مع الدراسه مزيان صافا شوريه وانا مسافر والله ما بقيتش فيها ما كنتش قرايه ولا ما كنتش قرايه والله شي سوعد سولت الوالد ديما كيجي كيسول فيك ما جاش شهرين دابا قلت لها مسافر كيمشي للصباليه سولت الوالده قلت لها واش كتقرا مزيان قالت لي اه انا عارفه كتغطى عليك ما عرفتش انا واش بالصح لا سير سول صافي انا غادا في عشيه وسير دخل سول انا غير قلت لها وسافر داوي معاك انا يلا للدار يلا للدار نطلعك عند امك ديك الساعه غنهول باش نضرب دوره انا فيها محبة ما فيها صحبة يا خويا تقتلك وتبكي يا العالي فرجها عليا البابور نركب ونجرب زهري علاش كتلعبي واش انا عندي رونديفو مع السيد مع الربعه وانت جيتي باش الربعه ونص السيد كيقول لي لا جمع عندكش كلمه صافا خويا مشكعش عليا عارفني انا راه شويه ما لعبش الصغرى راه مشيتي شهرين ما لعبش حاجه في الدار خلاص صافي صافي مش واش مريت تصور تصور لك فين عرفت اليوم ما بقات لي حياه اما كويتيني كيا لما نحكي ولما نشكي جرح قلبي شكون يداوي هاد الدنيا فريس ليس انا واقف هناك حتى شنو خويا توحش وحق الله لحم مزيان انا ندوز اخويا براشيك اخويا السونتر شنو حاقد وما حافظ والو وعارف في دارين وعارف البيس عاوتاني كيف على دير هذه دير هذه فيما نطلق معاك كتبكي واندوي معاك كتبكي اشنو كنت حدا لك العين اخويا وحق الله اي حافظ هو طالع صافي شي حاجه واش ركبوا اخويا خوك انا باقا كنقعد خدام اخويا سير باقا ما طيح من السطح واش تا سير اخويا صافي بقا تتبس فيه سير فينا تجبد من الاخر بلا ما نقول بلا ما نكثروا الهضره تسمعين درهم لي شات سير ما عندي والو انا شحال هادي ما تلاقيش معاه باش عارفين نمشي كون صافي ولا تيقلب الطريق على قبلي انايا تعطيني 1000 ريال عطاني انت 1000 ريال تيجي وخدام عندك انت شي خدام واخشو انا تعدو هو شرفاش عطاني 1000 ريال والله ما غنتحرك لك من هنا حتى غناخذ 1000 ريال سير اخويا الله يعفو عليك سير سير بينك وبينك واش انا داو معاك شي كونيكت يار لي 1000 ريال عارف شي 1000 ريال غتاخذ لك شي 1000 ريال تيجي خويا يلا عارف سير راه فلوسي هادو وراه فلوسك معاه ماشي معاه السلام عليكم وعليكم السلام هاني تليفونس هاني شحال داك التليفون ما خو هذا الشيء كيفاش مالك راه 1000 ريال ديالي مشيت خديتها من عندك واش عندي انا شفت بيضيق هذاك مره جيت عندك عطيتيني 10 ريال اشري درت ثاني 1000 ريال مال وانت غبرتي كامل وانت غبرتي وفين بغيتي لينا خوطه رجل الصعب ترجل الصعب ترجل الصعب هاني واك اخويا عقبه ان شاء الله الماستر والدكتور اش نشارك مال ضربني داك خونا كياسين شو اللحم راه كتحلق اه جرني يا صاحبي اش بينك وبين شي عدال كنت كنسال واحد الفلوس مشيت خديته من عند اختو بدا كيدير لي داكشي ديالو تعرفني انا فيها تخرج العينين تريني زعما واخا انا غرقت وضاق شوف الاول ولكن راه هو راه كيهجر داس غتلقاش معاكم انا غنجيب لك حق حقك غنجيبو لك فهم ولا حفظك لي يا خويا عبد انت عارفني انا ما عندي ليه جد كون كان عندي ليه جد والله تم شي علاش وعلى قبل الفلوس انا كنت كنسالو وانا قال لك اختي جيت ديت لها شي اه انا يمشي تخدم من عندها فلوس شي ديك اختو بسبب الضرب شو اه سبب سبب غنمرضو صافي الله صاحب لي ما اختو خويا عبد طلع لدارك دير بحال موقع والو صافي غير جيتي لعندي الله يحفظك لي الله يحفظك لي يا خويا عبد خويا السلام عليكم صافا انا الله يخليك الطوموبيل باغي نحرك انا كانوا اه اسمح لي ولكن ماشي مشكل سول لا اسمح لي شو سميتك انا سمو
بغيت نتعرف عليك عادي. تعرفنيش؟ لا ما كنعرفكش والله باغي نعرفك. سمح لي اخويا ما نقدرش. ياك علاش باش تقدريش؟ ما نقدرش. مشيت مشي عاودو مشي هيبه مشرفني. انا ساكن في هاد الفيلا الجداد هنايا. ساكن في هاد الفيلا هنايا السيكتور هنايا. واه مشرفين انا سعيد سعيد هادي اللي تعرفنا على بعضياتنا. تبغى لك تعطيني طوني تبقاو اون كونتاكت مع بعضياتنا. يلا جايه. مالك؟ ما مش عنديش. لا خلاص هو داك دخل ما بغيتش. مالك والو كنتوبي معاك. شنو اللي قلت لك؟ داك الدري جا خدام من عندي 1000 ريال داك الباروش الدبشو. زيدي راه دابا ملي كنت جايه للدار ويبان لي واقف هو وداك خونا كيكون معاه ما كنعرف سميتو انت عارف تندوي شنو سمعنا. واحد الدري اخر حد الدري كيبان صغير. مالو زيدي صافي لقيتهم واقفين فحال هكا ولا نتسلط عليهم فلول ولكن راهو راه كيهضر الزر داز غاتلكاش معاكم. انا غنجيبك حق حقك غنجيبو لك فهموا ولا حفظك لي يا خويا عبدو. انت عارفني انا ما عندي لي جد كون كان عندي لي جد والله تم علاش وعلى قبل الفلوس انا كنت كنسالو وعلى قال لك اختي تجي تدي 30. انا يمشي تخدم شنو عندها فلوس شي ديك اختو بسبب الضرب شو سبب غنمرضو صافي وتصاحب لي مع اختو خويا عبدو. دابا طلع لداركم بدا بحال ما وقع والو صافي غاجيتي لعندي. الله يحفظك لي الله يحفظك لي يا خويا عبدو. عندي يا بغيتي صافي انا بقيت واقفه بعد شويه مابقاش واقفه حدا واحد الطوموبيل هو يجي لك اللي تي سميتو داك عبدو. جا هو يوقف عليه ويقول لي اختي هادي انا ساكن في الفيلا اللي هنا وهادي وعفر الطوموبيل شي هادي اللي بارك عليها وهادي. المهم انا راه عرفت البلا ما فهمتش شنو نقول ليه. سمح لي اخويا وقول لي عفوا خا تعطيني مرجلك. تبغى لك تعطيني طوني تبقاو اون كونتاكت مع بعضياتنا. ما شفتش شي واحد ونقول ليه صافي واخا انا على قبل هاد البلان هذا صافي عطيتها لي وقول لي صافي جات لك. ما مزيان ملي ما قلتش ملي قلتها لي وحط طلعت ما قلتها لي شفت كاد البلان فهمتي واقف مع شي واحد غنتقلق عليه صافي واخا مش خايف غندوزك الامان ديالك. هذا باش واحد الخدمه واحد الله على خدي ديالك كوم فور ستارت صافي واخا يا الله معك كويس انت على فراس شنو الوقت هذا ورا يلا يلا مزيان غدا مع الشوبين كشو تشانك ميتانك بيديكير مينيكير كشي دير كنت متريات الحمد لله. تعطلت عليك؟ اش تقول شي لي ربع ساعه ونخلص ورا ضروري الدريه تعطى شويه شي لي ميك اب. لا صام ميك اب صام ميك اب ماشي غير لا شي تمشي شويه يلا جيت اجي نتا زعما هنايا تما راه بدل حياتنا لو نسيا اي ويز يصفو القلوب تولي ديك النية. لا 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 يا ويز ولي داك الحب اللي كان فيك وفيا باروش انت داس والله ما كنت عارف البلان. انا باغي اصلا باغي سمعت الامر تعمل بكا ما سير جيبوا لي باغي دابا بالروج ولا باغي حضروا لي باش بكا صافي انا غنجيب لي باغي انا غنشوف غادي نعرف صافي انا غنمشي نشوف صافي اش نريحوا هنا او غادي نرسم قرارات. قلت لك ان شاء الله اوال وغادي نخدم ان شاء الله. وديما كتقول هاد الهضره الخلصه الاولى اسمعين الخلصه الاولى غنحطوها ان شاء الله. الخلصه الثانيه ممكن نجمع معنا فلوس العرس نديروا العرس ان شاء الله ونجيو لداركم. احنا غادي نشوفو انا ديما كنسمع والله ديما كنقول لك انا عارف انا كاع ما نكذب عليك انا كون كان عندي راه ما نغدا نجي لدار انت راك عارف داك الشيء اللي بغينا صافي ان شاء الله غدا خارجين. صافي وجيب لي عاوتاني ديك عوجه ديال صحابي ونشوفو انا وياك فين بخير فهمتي صافي سير تكلم من المغرب غادي يلاه معايا واحد لافير يلا اصاحبي ويلا اصاحبي شاش من شفاه دريت من بعد اصاحبي شاش من لافير افعل العاقه اصاحبي يلاه معايا العاقه اي تسلم انا جاي انا غنمشي مع الناس يلاه سلام لا لا سحب لها لا انت عارف انت مو تاع الله لا سحب راه ود لك انا البلاد. هذه الرجوله سير تنشدك كاين فريق مالك انت اجي معايا انت اطلق مني السلام عليكم اطلق مني بعدا نقول اطلق فين عبد مالك مال هذا وشو جي جارنا عرفتي منين عرفتي منين هو زار انت اللي مالك مع هادي اخو دريتك تبقى تبيضق فينا تبيضق هذا السي عبد وبلا حياتك زعما صح عرفتش الخويا دري ديالك وانا تشتي ديرو بالعاني
انت اش داك جات تعدى على السيد هذا؟ شفت شكون غتعدى ليه وغتضرب؟ اطلق مني اطلق مني. شفت شكون غتعدى ليه وغتجد ضرب؟ انا غتعدى على هذا. معدي انت يا ماك ديك مرة ما تعديتيش عليا وصاي سير نبيضك فيك دابا يلاه سير. تعش بيضك؟ نبيضك مال. اسكت انت خليني نمشي. صافي انا سير دو معاك. فلان تسحب الدري هذا ما عنده اصل ما عنده والو. نعرف فلان منك تداوي مع هذا. واحد الدري اخر. واحد الدري كيبان صغير. مالو زيدي؟ صافي لقى شي مولاك فين في حال هكا ولا نتسلط عليهم ويقول لي ملي قال لك هذا البلان غنمشي نتصاحب ليه مع اختو. وعندي وعندي صافي انا بقيت واقفه بعد شويه بقيت واقفه حدا واحد الطوموبيل هو يجي لك قال لي سميتو داك عبدو جاوا وقف عليه ويقول لي اختي هذه انا ساكن في الفيلا اللي هنا وهذه وعارفه الطوموبيلتي هذه اللي بانك عليها وهذه. المهم انا راه عرفت البلان فهمت شنو نقول ليه سمح لي اخويا وقول لي عفوا خا تعطيني مرجك وقالت لي كلشي وعاودت لي كلشي عبدو هو يا سيد انا غلطتش وغلط انت اسكت انت اخر واحد دوي هو انت اللي غلط دوك راسك وزيد بالهضره اسكت خليني نهضر مع السيد صافي هو معاه ما راه علاقه بالفلوس يعني باش حساب بينك وبينه ما كانش علي انا ندخل ما كانش انا ندخلو شخص اسمح لي بزاف اخويا ياسين و اش راه نقول لك اسمح لي بزاف خويا ياسين مساحه فيها هادشي اسمح لي فرا ما كنتش باغي نستغل لك لصالح صاحبي باش نعصب خوك ولكن ملي فكرت عاوتاني ودورت في راسي مزيان حتى انا ما نبغيش شي واحد يدير شي بحال هكا اسمح لي بزاف ماشي مشكل اسمح لي خويا ياسين خويا عاد انت شوف فلوسي شوف اسكت انت اسكت كلكم وليتو باغي تضروا لي قلبو قلبك اللي نجا